اهلا وسهلا بيكم في مطبخنا. النهارده هنعمل البطاطس الفريسكا. دول 3 بطاطسيات، يعني يجوا حوالي نص كيلو بطاطس. قطعناهم زي ما احنا شايفين كده، ولا هي تخينه قوي ولا هي رفيعه، متوسطه. هنبتدي نحطهم على النار في ميه يتسلقوا نص سليقه، يا اما لو انت هتعمليها مثلا تحطيها الصبح تغلي ميه وتحطيها فيها وتسيبيها ساعه، يا اما لو مستعجله عليها تسلقيها نص سليقه. دلوقتي حطيناها على النار، هنسيبها تغلي بس حاجه بسيطه، غلوتين اتنين كده، وهنبتدي ندفع عليها. نديلها شويه ملح وشطه وكمون يدوها طعم وريحه. دلوقتي هنشوف المقادير. دي نص كوبايه دقيق ونص كوبايه ميه، معلقه ونص نشا من معلقه الاكل مليينها هرم وبضايه، ودي بابريكا، نص معلقه بابريكا، نص معلقه ملح وشطه وكمون، ونص معلقه بهارات، ودي معلقه بيكنج باودر. هنبتدي نحطهم على بعض. دلوقتي هحط الدقيق، نص كوبايه الدقيق، وهحط عليها النشا، هقلبهم كده على بعض. هجيب بقى البهارات اللي احنا عملناها دي والبيكنج باودر، نقلبهم كده، هاخد نصهم هقسمهم، هاخد نصهم هحطه على الدقيق، والنص الثاني هخليه معايا، هنشوف بعد كده احنا هنعمل بيه ايه. دلوقتي هقلب المقادير كده، وابتدي انزل بالميه، حط عليها البيضه، بقيت نص كوبايه الميه بتاعتنا. عايزين نخليها عجينه، ولا هي تقيله ولا هي خفيفه، زي العجينه بتاعت الكيكه بتاعتنا. بعد ما خدت غلوة في المية السخنة، خدناها ايه، هنقلبها بقى في قلب ايه، الخلطة دي. وهنسيبها بقى في الخلطة دي نص ساعة، يعني من تلت ساعة لنص ساعة، عشان تشرب الخلطة دي، تبقى تشرب منها وتبقى طعمها حلو. بيت نص كوباية دقيق تاني، ونحط عليها معلقة نشا، ودي البهارات اللي احنا كنا قاسمين واخدين نصها، هنحط نصها، وهنقلبهم على بعض. دلوقتي حطينا زيت في الطاسة، زيت غزير، وهنبتدي ناخد البطاطس كده اللي حاطينها في الخلطة، ونحطها في الدقيق، ما تحطيش كتير، يعني مثلا 3 أو 4 مع بعض كده اهو، هنحطهم، هنقصهم من الدقيق ده، ونفضيها كده، نفضيها كده الدقيق، وهنبتدي نحطهم في الزيت. البطاطس بتاعتنا شايفينها جميلة ازاي، ونشوفها لما تطلع. دلوقتي حطينا منديل ورق على الطبق بتاعنا، وطلعنا عليه البطاطس، ودي كاتشب، ومش عايزة اقول لكم جميلة ومرمشة ازاي. وبالهنا والشفا، ما تنسوش الاشتراك في القناة.